سأعطيكم خلاصة لهذه المسيرة خلال نصف قرن. بدايتي مع ملف المويسكيين كان من سنة 1966 عندما عثرت في أرشيف رئاسة الوزراء هنا باسطنبول على رسالة موجهة من أهالي غرناطة إلى السلطان سليمان القانون 1534 يستنجدونه بالدفاع عن الأندلس. أنا مختص في العهد العثماني وكنت أول عربي يصل إلى الوثائق العثمانية، لكن لما قرأت هذه الرسالة تخلخلت. رسالة خطيرة، رسالة هامة، وبدأت أفتش، بدأت أتناقش مع العلماء الفرنسيين والبورتوريكيين والإسبان، ومن هؤلاء الأساتذة لوي كاردياك. لوي كاردياك هذا قمة من قمم العلم بكل ما يتعلق بالمويسكيين الأندلسيين. لما حدثته عن هذه الرسالة قال لي هذا اكتشاف عظيم. على ضوء هذه المحادثة قال لي أنا سأنظم أول مؤتمر عن المويسكيين وزمانهم في مدينة مونبلييه. هي عاصمة ثقافية ومهتمة بالمويسكيين، وهو أستاذ المويسكيين في مونبلييه، والعديد من التونسيين والمغاربيين من اشتغلوا معه. قرر كاردياك أن يعقد هذا المؤتمر في مونبلييه، ودعا دكتور ليلى السبارة من دمشق، ودعاني أنا، ودعا الأخ المغربي اللي نسيناه الآن مهتم بالبرتغاليين، وحضروا حوالي 20 باحث أكاديمي من فرنسا وإسبانيا وبورتوريكو. لأول مرة يعقد مؤتمر حول هذا الملف، فاندهشت. استمعت إلى هؤلاء المتخصصون، بين قوسين المتخصصون الغربيون حوالي 200 متخصص في العالم العربي ولا يوجد 10، وهم مسيحيون ومع هذا كله اهتموا بهذا الموضوع. الذي استنتجته من هذا الحوار أن الحقيقة في واد، والباحثون الأوروبيون والإسبانيون في واد آخر. أعطيكم مثال بسيط. أحد الباحثين مشهور جدا، فانسون برنار، معروف شخصية فرنسية لكنه حقود على ويراها تشفي نوعا ما على المويسكيين، قال المسلمون والكتاب يقولون أن أن دولة التفتيش أحرقت المسلمين أحياء. قال هذا غير صحيح. ما صحيح؟ قلنا له. قال لا، بعد قتلهم يحرقون. هذا الكلام هذا يسير؟ هذا معقول؟ هذا مش معقول إطلاقا. وفي سيدة فرنسية أعطتنا بالأرقام وبالأدلة من أحرق أحياء. المهم كان مؤتمر ناجح في مونبلييه، لكن هذا العمل يحتاج إلى تواصل، لا يجب أن ينقطع، لأن كاردياك الأستاذ كاردياك محارب من طرف الفرنسيين أنفسهم. فقلت له أنا مستعد أنظم المؤتمر الثاني عندنا في تونس، عندي في تونس، وأعطيناه عنوان دين وهوية المويسكيين الأندلسيين. وحضر هذا المؤتمر حوالي 100 باحث، وكان الحوار رائع، وبينا أن هؤلاء الباحثون الإسبان لم يشرئبوا، لم يعرفوا قيمة العالم الإسلامي. تفضلوا، زورناهم القيروان، زورناهم مدينة تستور التي هي إنشاء موريسكي،
زورناهم سليمان فاندهشوا وطالبوني أن أتواصل في هذه الحوارات. فقلت لهم طيب، فعقدنا المؤتمر الثالث عن المرسكين الأندلسيين. تعرف الله يخليك. وكان موضوعه كان موضوع المؤتمر الثالث تطبيق المورسكين الأندلسيين للشعائر الإسلامية. كان مؤتمرا رائعا وترجمناه إلى العربية. عقدنا المؤتمر الرابع أيضا حول مهن المورسكين الأندلسيين للشعائر الإسلامية. مهن المورسكين الأندلسيين وحياته بالدينية. ثم عقدنا المؤتمر الخامس حول الذكرى 500 لسقوط غرناطة. ثم المؤتمر السادس وضعية الدراسات المورسكية في العالم. والمؤتمر السابع حول العائلة المورسكية الأندلسية في العالم. ثم المؤتمر الثامن العائلة المورسكية النساء والأطفال. ما في دراسات حول بعض البطلات النساء في الأندلس، وسأذكر ما بعد. وبعد عقد المؤتمر الثامن حول صورة المورسكيين في الآداب والفنون، وتعرضنا إلى أشياء رائعة جدا. والمؤتمر التاسع علم المورسكولوجيا، التوجهات والمنهجية المستقبلية والمصادر الوثائقية. ثم عقدنا المؤتمر العاشر حول المورسكيون والبحر الأبيض المتوسط والمخطوطات الخميادية. ثم مؤتمر الحادي عشر آداب المورسكيين وتأثيراتهم لتونس وأمريكا اللاتينية. ثم أعمال المؤتمر الثالث عشر حول الأبعاد العقائدية للمورسكيين وكتاباتهم ولغتهم في القرن السادس عشر. وآخر مؤتمر عقدناه هي أعمال لمؤتمر نظمناه وأهديناه لميكال دي إيبالسن. ما نتيجة هذه الأعمال؟ أولا يحضر هذه المؤتمرات علماء وخبراء في المورسكيين. وأتوا لتونس لماذا؟ لأنه فيه الصرامة الأكاديمية، ولا مؤسسة في إسبانيا أو في أي مكان آخر قادر على تنظيم هذه السلسلة المنتظمة للمؤتمرات، وبالأخص في نشر الأعمال. احنا نشرنا 750 دراسة أكاديمية عن هذا الملف، سأتي فيما بعد حولها. وفي شخصيات رائعة. كاردياك هذا يعتبر قمة من قمم المعرفة الفرنسية، تقديرا لعلمه كرمناه بإعداد كتابين ودعوناه لتونس وكرمناه. مدام سولاداد عمرها حوالي 86 سنة، كل حياتها تشتغل على هذا الملف المورسكي الأندلسي، تبكي بالدموع تقول بلدي إسبانيا لم يكرمني، فأنت كرمتني يا دكتور تميمي، أشكرك جدا. مدام لوث بارولد هذه قمة من قمم المعرفة، ولا يعرف عنها العالم العربي الإسلامي من سوى الحظ. كانت عميدة وزوجها عميد، وتحط القرآن على صدرها. سألتها لماذا يا لوث أصبحت صديقة؟ قالت لي لأننا نعيش في بورتوريكو نفس الوضعية التي عاشها المورسكيون، لأن الأمريكان ذبحوهم
بالأداءات وبالتحقير وبالحجرة. فقلت أنا اهتممت بهذا الموضوع، وهذه السيدة نشرت حوالي 16 كتاب. آخر كتاب نشرته الأدب السري للموريسكيين، وأكبر متخصصة في الأدب الألخامياوي. كرمناها أيضا. هل كانت مسلمة؟ لا لا، هي مش مسلمة، هي تعشق الإسلام. هو لا يكفي أن تكون مسلمة، لما تحطك القرآن في صدرها وتشتغل ليل نهار، وكونت أكبر مختبر للأدب الألخميادو في بورتوريكو. أنا زرتها، 20 من الشابات والشبان يغلون حبا ومعرفة لهؤلاء الموريسكيين. مدام نارفايز هذه آنسة روعة، كتبت على أورفالو، هذا موريسكي، خلى مخطوطات وتوقفت عند هذه الدلالات والمؤشرات. العالم العربي أدرك هذه الأشياء؟ لم يدركها. فإحنا الحقيقة ماذا فعلنا أمام هذا الزخم؟ تفضلي. أذكر كلمة حضرتك قلتها عن لوي كاردياك. أيوة. قلت إن من المخجل حقا أن لوي كاردياك قرر أن يحتفل بعيد ميلاده 80 على طريقته الخاصة بأن يقيم حملة إعلامية للموريسكيين. يا سلام يا سلام، هذا الرجل رجل استثنائي. المؤتمر الأخير اللي عقدناه في تونس أقنعت وزير التعليم العالي أن نمنحه الدكتوراه الفخرية، وجاء وقال لي يجب على كل مدينة عربية أن تنشأ تمثال، مش تمثال، معنى استاتيو، معنى نوعا ما، وتذكر فيها الناس الذين ماتوا من أجل الأندلس. ولكن ويتمنى قبل أن يتوفاه الله أن يعيش هذه اللحظة. وقالها، وأنا أجريت مع هذا الرجل حوار مباشر سينشر قريبا بالعربية والفرنسية. أحب أقول في ناس خدموا هذه القضية الموريسكية الأندلسية. طبيعة الحال أنا أحتاج إلى ساعات حتى أوفي حق هؤلاء الموريسكيين. على هذا الأساس، كتبنا إلى كل الناس، يا أيها المسؤولون في العالم العربي، الأندلس هي قطعة من وجودنا، من كينونيتنا. معناها إذا كان الإسبان ذبحوهم وشنقوهم وحرقوهم أحياء وافتكوا لهم أموالهم وأحباسهم وجوامعهم، هل يحق أن نتناسى اليوم هؤلاء الموريسكيون وهم عاشوا أكبر مأساة إنسانية عاشها الموريسكيون بعد الطرد؟ معناها إحنا تخصصنا في هذا المجال، تخصصنا في هذه الفترة الزمنية من سقوط غرناطة إلى طرد الموريسكيين في 1609، ونشرنا 750 دراسة. من يقرأها؟ العرب لا يقرؤون، والمؤسسات لا تقرأ، والمنظمات العربية، لا أراك الله مكروها، لا سيسكو ولا لسكسو، كلها شعاراتية لا تقوم بأي شيء من أجل المعرفة الحقيقية. كاتبناهم يا ناس فيقوا. ولا أحد من سوء الحظ أنشأت مركز صغير في تونس، لأن لا توجد الآن جامعة في إسبانيا إلا وفي مكتباتها عشرات الرسائل الجامعية عن الموريسكيين، لا نعرفها، لا نترجمها. هذا إجرام في حق هؤلاء الموريسكيين، في حق هؤلاء الموريسكيين وهؤلاء العمداء والرؤساء الجامعات الأغبياء. اسمحني أيمن أقولها، لأنه أنا حاسس بالجرح لما نكاتب الناس، لما في 1992 وجاء
الذكرى 500 لسقوط غرناطة. سمعنا أن الملك خوان كارلوس سيعتذر لليهود، لأن اليهود أيضا أطردوا في 1992 في مارس 92. وسمعنا في ذلك الوقت أن الملك سوف يقدم اعتذاره، وهذا ما حصل. عندما نشر الخطاب بعثت رسالة رأسا للملك خوان كارلوس، قلت له والله جيد ما قمتم به يا جلالة الملك، ممتاز بارك الله فيك، لكنتم اعتذرتم للفرع ولم تعتذروا للأصل التي أهدتكم أجمل حضارة. والدكتور قالها أجمل حضارة إنسانية نفتخر بها نحن العرب المسلمين والإسبان أيضا، وكنا وراء انطلاقة الحركة النهضوية في أوروبا. بالمناسبة النهضة الأوروبية اعتمدت على مخطوطات المسلمين وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، لكننا لا نعرف، لا يوجد عندنا رجال يعرفون ويتطلعون إلى هذه المخطوطات باللغة اللاتينية. لنبين لأن الأوروبيين ما يساعدهمش أن تقولوا أنتم أنا كنتم وراء هذه النهضة. في نفس الوقت أيضا هذا الإطار العام يؤلمني جدا. عندما كتبت رسالة للملك وبعدها ناداني السيد موراتينوس وزير خارجية إسبانيا في ذلك الوقت إلى مكتبي في مدريد، وقال يا سيدي الملك أخذ برجائك وسيعقد مؤتمر في قرطبة وسيعلن خطاب جديد، ودعاني أنا ودعا دكتور بن شريفة في المغرب ودعا الشاعر الفلسطيني، لا شاعر الفلسطيني درويش، نعم، ودعا شخص آخر، أربع أشخاص، لكن أمام حفل عبارة على 80 شخصية إسبانية. وألقى خطابه، ماذا اكتشفت في الخطاب؟ إصرار على عدم الاعتذار. قال هذه الدولة، هذا قانون الدولة. أنا اضطررت أني أكتب رسالة أخرى إلى الملك، قلنا له يا جلالة الملك نحن أهديناكم أجمل حضارة تربحون منها 54 مليون سائح، مليارات، والعالم العربي والإسلامي والخليجي بالذات مول ملايين المشاريع. احترموا على الأقل ذاتيتنا، كينونيتنا. بحثت، دعاني السفير الإسباني في تونس وأعطاني رسالة من جلالة الملك، قال لي يا أخي تريدون أن نعمل اعتذار؟ نعم مستعدين، لكن اجمعوا رؤساء الدول العربية في مكان لائق، مش عندك في المركز يا دكتور تميمي، ومستعد نعمل هذا، واكتب للمسؤولين. كتبت إلى كل المسؤولين، الأمراء والرؤساء، لم يرد علي أحد. هذه أمة معناها ناكرة للجميل، ناكرة للجميل، وأنا جارح، أنا حقيقة أحس بالجرح. آخر شيء في يناير 2014 في إسبانيا أقر البرلمان الإسباني منح الجنسية الإسبانية لكل اليهود. أين العرب؟ أين العرب؟ وأنا أتألم لما أقول هذا الكلام، صدقني يا دكتور أيمن كنت متردد أني أجي لأنه تعبت من الكلام، ما في نتيجة، من سوء الحظ ما في نتيجة. عملت بيتيشن، عملت لائحة وزعتها على العالم العربي، تعال نطالب جلالة الملك أن يعتذر، لأن هذا الاعتذار حضاري، لا نطلب التعويض. أنتم افتكيتم أحباسهم وأملاكهم وحريهم وبيوتهم وكل شيء عندهم، نطلب فقط أن تقولوا
أن هذا الاعتذار أن هذا الاعتذار تفضلي. لنفرض جدلا أن الرؤساء والحكام العرب قد قبلوا هذه الدعوة، هل سيقوم الملك الإسباني هذا ما وعدوني بالموافقة؟ هذا ما وعدوني به، لكن لن يقبل العالم العربي والإسلامي هذا اللقاء. ممكن فقط المداخلة رئيس جمهورية لا معلش رئيس الجمهورية البرتغال تم عنده في لشبونة مؤتمر دولي وحضروا كل وزراء الثقافة واعتذر للمسلمين، لكن لا أعترف لا أقر بأن العالم العربي والإسلامي في وضع يسمح لهم أن يجتمعوا الآن، خاصة وأن السيسكو والليكسو والمؤتمر الإسلامي وإرسيكا كل هذه مؤسسات تلميعية لم تقم بواجبها تجاه المسلمين الأندلسيين. وأنا دوما الحقيقة أقول معناها لما يأتيني أنا 20 مشارك من بورتوريكو وهم يعشقون الملف البوريسكي ولا يحضر أحد من العالم العربي الإسلامي، أليس هذه نكسة؟ من هي الجامعة العربية اللي اهتمت بالموريسكيين؟ ولا جامعة، ولا جامعة أقول إطلاقا، ولا جامعة. المتخصصون واحد ولا اثنين في مصر، واحد ولا اثنين معناها واحد في الأردن عبدو حتملة في الخليج، ولا أحد، مع أني أنا كنت وراء عقد أكبر مؤتمر للموريسكيين في الرياض، كان دكتور فيصل ساعدته ودعونا كل الناس، وكنت أتمنى أن تتواصل. هذا الحوار لم يتم على الإطلاق. إذن هناك جرح. أنا أتمنى أن الجيل الجديد يعي. تفضلي. تأكيدا على كلام حضرتك، أحب أقول إن احنا خلال مراسلتنا مع دكتورة نورية توريس، هي مسؤولة الكتاب يعني المخطوطات الأندلسية في وزارة الدفاع الأسبانية، فعندما واجهناها لماذا اعتذرتم لليهود المرحلين من الأندلس بعد السقوط ولم تعتذروا للمسلمين ولم تمنحوهم الجنسية كما منحتموها لليهود؟ نعم. قالت أنتم ليس لكم من يمثلكم، صحيح، أنتم لا أحد يمثلكم. تمام. إذا كان هناك تغطية إعلامية أو أن هناك من يطالب بهذا الحق، نعم، فستجدون استجابة. هي في النهاية مسألة سياسية. شوف يا مدام، المسألة مش مسألتي أنا أو سيدة الإسبانية، لا هذا وعي جديد في العالم العربي والإسلامي. المسؤولين لابد أن نعطيهم الفيروس معناها للتحسيس لهذا الموضوع. هذو الناس لا يعلمون شيئا، لا يقرؤون ولا يبالون ولا يشاركون. نطلبهم يا سيدي، عملنا مركز جديد أنشأته قبل 4 سنوات، قلت لهم طيب يا سيدي في عشرات ومئات البحوث تصدر الآن في إسبانيا وفي أمريكا، تعال نعمل على نقل العربية. وأنشأت المركز في تونس عندي، لم يرد علي أحد. رجال الأعمال عندنا يحبوا التلميع ويحبوا كذا، ولكن لا يقبلون بهذه الطرحات في رأيهم. ولا هذا موضوع تاريخي، سيبنا يا أخي بالكلام الفارغ. ولا على أي حال، مأساة الموريسكيين في قلوب الواعون من الأمة العربية الإسلامية. وبدي أحكي على هذه المأساة، أحكي لكم نوعا ما هذه المأساة، لأنه معنا استطعنا عن طريق الباحثين والباحثات أن نتعرف على أسرار هذه المأساة. هؤلاء الموريسكيين مساكي عاشوا أسوأ أوقاتهم في هذه الدنيا. ولوي كاردياك أهداني أطروحته اسمها الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون المجابهة الجدلية. هذا الكتاب صدقوني لما أهداني إياه بقيت أشهر مريض، وقررت أن يترجم للعربية. صفحة كل صفحة أتفاعل معها صعودا وهبوطا وأبكي. المأساة، الذي يحب أن يعرف هذه المأساة يقرأ هذا الكتاب الرائع، فعلا رائع. أنا أعطيكم مثال بسيط، مش هأطول على أرجو يا دكتور أن ننشر هذا التراث على الإنترنت،
انه لحظه هذا موضوع اخر، هذا موضوع اخر. طلعوا محاكم التفتيش قائمه ووزعوها على كل المواطنين. هذه القائمه ماذا تقول؟ هي وزعت على اساس استشراف كل من هو موريسكي ليحاكم. القائمة إذا سمعنا أن الدين المحمدي والأحسن لابد أن تبلغوا محاكم دولة التفتيش. إذا قلتم لا يوجد غيره للرسول للوصول إلى الجنة نفس العملية، وأن المسيح كان نبيا وليس إلها، وأن والدته لم تكن عذراء، وأنه إذا سمعنا أو رأينا أن المسيحيين الذين تم تعميدهم لأنهم عمدوا قصرا هؤلاء الموريسكيين، بأن ذلك إذا رأيتم أنهم يلبسون القميص الأبيض يوم الجمعة عليكم أن تفشوا السر إلى محاكم التفتيش. إذا ختنوا أبناءهم أو لقبوهم بأسماء عربية، إذا حلفوا بكل الأيمان القرآنية، إذا قاموا بصيام رمضان، إذا قاموا بالسحور وراعوا ذلك أثناء عيد الفصح، أنهم إذا قاموا بالوضوء وغسلوا السواعد والأيدي حتى المناكب والوجه والفم والأنف والأذنين والساقين، إذا قاموا بالصلاة وحولوا وجهتهم إلى الشرق نحو القبلة، إذا احتفلوا بعيد الإضحى بعد قيامهم بالوضوء، إذا غنوا الأغاني العربية، إذا وضعوا على أبنائهم أو أشخاص آخرين شكل يد الخمسة، معناها اللي هي خمسة، نعم، إذا تذكروا محمدا عند الحاجة وأنه نبي ورسول الله وأن أول معبد الله هو بيت مكة ويقولون إن محمد دفن بها، إذا قالوا أن العربي ينقذ بالتجائه إلى دينه وأن اليهودي إلى عقيدته، وإذا أحدهم اجتاز بلاد المغرب أو غيرها وارتد عن المسيحية، إذا قالوا وفعلوا أي شيء مرتبط بالدين المسيحي. معنى ذلك شو؟ المجتمع الإسباني كله كان عبارة على جواسيس. زعلت مصر كمان. على جواسيس. في ناس، في سيدة موريسكية مذكورة في هذا الكتاب. أنا قالوا لها، دخلوا عليها. قالوا لها أنت مسلم ولا مسيحية؟ قالت لها أنا مسيحية. قال طيب. فجأة دخل ابنها. قال حنشوح الابن، إذا الابن مختون فأنت مسلمة وتحرقين، وإذا هو مسيحي نسيبك. كشفوا على الابن، قاموا مختون. قالوا له ما هذا؟ قالوا لهم أحلم بالمسيح أنه ولد هكذا. وفي سيدة أخرى رائعة، تعلمون أن المرأة الموريسكية كانت قائدة، كانت هي التي تشرف على الجهاد، هي التي تنظم الأوراق وتبث الصلاة. دخلوا عليها في البيت، قالوا لها أنت مسلمة؟ قالت لهم لا أنا مسيحية. فاضطرت أن تقطع لسانها حتى لا تشي بأبنائها ورفقائها. أين هذا الإيمان وهذه العقيدة؟ دخلوا على سيدة دعتهم موريسكية، دعت سيدة موريسكية، لا مسيحية، دعت سيدة موريسكية عندها في البيت للغداء، فأكلت الخنزير ولم تقل لها أنه خنزير، وفجأة بدأت تتقيأ. قلت لها لماذا؟ قلت لها أنا مريضة، أنا لا أكل. معناها شوف، هذا الكتاب يفصل هذه المأساة اليومية لليومية لهؤلاء الموريسكيين. وأنا لا أعلم هناك معناها محاكم دواوين بهذه النذالة، بهذه القوة. أنا أحمد الله أنهم
أن العثمانيين جاءوا إلى تونس والمغرب وافتكوها من الإسبان. الدراسة هي الموريسكيون في أمريكا اللاتينية. قرأتها ودهشت دهشت دهشت المعلومات. معناها كريستوف كولوم كان معه موريسكيون يعرفون العربية، وثبت الآن. لا نقول أن العرب هم الذين اكتشفوا كريستوف كولوم، لكن العرب ساهموا بعلمهم البحري في التوجه إلى كريستوف كولوم. فلما قرأت هذه الدراسة دهشت وترجمتها إلى العربية ومعلومات في منتهى الأهمية. على إثر نشر هذه الدراسة يخابرني أحد المكسيكيين، قال لي يا سيدي أنا عندي كتاب، طلع كتاب هذا المكسيكي على تأثير الموريسكيين في أمريكا اللاتينية. كتاب حصر فيه المباني والأديرة والكنائس ذي الطابع الأندلسي الصرف، الموريسكي الصرف، وعندنا بالأسماء، عندنا كل شيء موجود، كل شيء موجود. حاولت أن أترجم هذا الكتاب لم أنجح. هاي الجواهر اللي من شأنها أن تغير وجه العالم العربي الإسلامي وتعطيه الأرضية الأولى لفهم هذا الملف. من سوء الحظ احنا اجرمنا، اقولها بكل وضوح، اجرمنا في حق اجدادنا وتراثنا في الاندلس، وهذا غير معقول. انا اتمنى على كل حال قبل ان يتوفاني الله ان تعترف اسبانيا بما حملته لنا من ارث خطير جدا. لما سمح للموريسكيين أن يغادروا افتقت أملاكهم كلهم، ومنعوا الأطفال الصغار أقل من 6 سنوات مصاحبة عائلاتهم كله، وأخذوهم على أديرة ودربوهم على العقيدة الكاثوليكية. لما ذهبوا أخذوا بعض البواخر وانتقلوا إلى تونس والمغرب والجزائر. تونس استقبلت في ذلك الوقت في أوائل القرن 17 100,000 موريسكي، شيء رهيب. المغرب 50,000، الجزائر 25,000. تصوروا 100,000 يصلوا إلى هذه المدينة الصغيرة تونس، وكان الولاة حقيقة إنسانيين، استقبلوهم وأمدوهم بالأراضي وحذفوا عنهم الأداءات باعتبار أنهم فعلا معناها ذبحوا. أنا عثرت على وثائق في أرشيف إسطنبول هنا، كيف أن بعض الأطباء الموريسكيين وصلوا إلى إسطنبول وفي الأناضول، ووجدت موريسكيين في تومبوكتو، ووجدتهم في الهند وفي باكستان. وعندنا دراسات عن الموريسكيين في تونس وفي المغرب وفي الجزائر أيضا. لكن أنا ذهبت إلى فلورنس، مدينة في إيطاليا، وعثرت على ملف الموريسكي، ملف كله باللغة الإيطالية، وعملت دراسة مطولة حول مرور الموريسكيين من إسبانيا إلى إيطاليا، واستقروا في المدن الإيطالية في ليفورنا وغير ليفورنا، وكانوا بارعين في الصياغة، بارعين في الزراعة، بارعين في الفنون الجميلة. وقواد البحر الأبيض المتوسط التي عول عليها العثمانيون كانوا من الموريسكيين، كانوا من الموريسكيين. نعم، الدولة العثمانية، وعندي كتاب في هذا الموضوع، معناها السلطان أحمد يبعث رسائل إلى دوج البندقية يقول له عليك أن تؤمنهم المرور من أراضيك
إلى أراضي الدولة العثمانية، وإلا فسخنا العقد اللي بيننا وبينكم. هذه قوة، هذه قوة. إحنا من سوء الحظ العالم العربي شوه الدولة العثمانية. أنا من الذين لا أنادي بالتشويه أو بالمدح، أنا مؤرخ أقول الحقيقة، وقلت الحقيقة. إخواننا في المشرق، في مصر وفي سوريا بالذات وفي لبنان، اعتبروني أنني أبيض الدولة العثمانية. أنا لا أبيض، هذه الحقائق أمامي، هذه الوثائق أمامي. وفي هذا المجال الحقيقة، لما كنت أشتغل في الأرشيف العثماني، كنت لما أحضر على وثائق أدوخ، قل أين العالم العربي؟ أين العالم؟ أين الباحثين؟ يا ناس تعالوا، لابد أن نعمل حوار بيننا يا عرب، ونحول على الوثيقة العثمانية لدراسة التاريخ العثماني. ونظمت 17 مؤتمرا عن الدولة العثمانية في العالم العربي، وأصبحت هذه المؤتمرات هامة جدا، لأنها تسعى إلى الصرامة العلمية والبحث العلمي. في أشياء كثيرة، لأختم بقصة أخرى، قصة فريدة من نوعها. مؤرخ إسباني بعث لي دراسة، ترجاني أن أترجمها إلى العربية. لما قرأت هذه الدراسة أيها الإخوة والأخوات، بكيت. ماذا عثر هذا المؤرخ الإسباني في 1728، أي بعد الطرد 18 سنة بعد طرد المويسكيين، في 1609 إلى 1728، ماذا اكتشف؟ عن طريق التحريات الأرشيفية، عن طريق أرشيف سيمانكس، عن طريق الأرشيف الفرنسي، اكتشف أن 5 من أكبر قساوسة غرناطة يمارسون الدين الإسلامي سرا في 1728. شو يقول؟ ماذا نقول نحن أيها الناس إذا كان هذه الشعلة لدى هؤلاء الموريسكيين دفاعا عن دينهم ولغتهم وحضارتهم وصلت إلى هذه الدرجة، ونحن نتجاهل ونتناسى؟ أليس هذا ظلم بعينه؟ ماذا فعل التحقيق؟ أحرقوهم أحياء في كنائسهم. كان الواجب على كل هذه الجامعات التعيسة العربية أن تفرد معناها قسم خاص بالدراسات الموريسكية. جائزة الملك فيصل طلبناها، قلنا أعمل جائزة على هؤلاء الموريسكيين. أنا دافعت على هؤلاء الناس منذ 40 سنة، رفضوا ذلك لجهلهم بهذا الملف، وهذا إجرام، لأن هذه الجوائز هي جوائز معناها اعتباطية، وتعطى لمن لا يستحقها. يا ناس شوفوا الناس كيف تشتغل في بورتوريكو، هذه السيدة من مالها ومن مال شعبها تساهم في دراسات الألخميادية. الألخميادية هي اللغة القشتيلية المكتوبة بالأحرف العربية، وعثروا هؤلاء الناس على مئات المخطوطات. أكثر من هذا، أنا بدي أنصح الشباب الجديد، لأنه فعلا معناها إذا أردتم أن تتخصصوا في هذا المجال عليكم بتعلم اللغة الإسبانية قبل كل شيء، هذا واجب، على الأقل دين في عنقكم تجاه أجدادكم في الأندلس. أيضا أن تطلعوا على مئات الرسائل الجامعية حول هذا الملف، وأن تسعوا من منطلقات كل منطلقات التعريف بها. ولا جامعة عربية استطاعت أن تأخذ نسخة من هذه الرسائل الجامعية. عندنا في تونس كثير رسائل، لكن احنا معليش احنا ديما نتكلم عن الموضوع، ولكن في المغرب ايضا في اشياء كثيره، ولكن في المشرق ما عدا جمال عبد الرحمن وبعض الاخوان لا يكفي. انا اقول لك لازم جيش
من الباحثين المورسكولوجيين. وهذه التسمية المورسكولوجية أنا الذي أعطيتها، أنا لأول مرة من الناس يعترفون لي بأن هذه التسمية من إنشائي، لأن هذا علم قائم الآن في كل الجامعات الأوروبية والأمريكية أيضا، وتأتيني رسائل من كل مكان. أنا أرجو أن هذه نوع صيحة فزع على الأقل، وأنتم تكونوا وسطاء لهذه صيحة فزع. والدكتور كاردياك لما أجريت مع هذا الحوار الممتاز سينشر بالعربية والفرنسية والإسبانية، سألته قلت له هل الأرشيف المكسيكي في أشياء على المورسكيين؟ قال لي نعم، ولكن يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى باحثين يتخصصون. احنا من سوء الحظ العرب ورجال الاعمال يعملون من مراكز في اوروبا وفي امريكا، ولكن لا يهمهم الارشيفات المورسكية في امريكا اللاتينية. اكثر من هذا، زارني اسباني يشتغل على المدن المورسكية التي اندثرت، وهو يبكي يقول يا اخي لا تستطيعون أن تجدوا لنا مورد؟ صحيح أنا تدخلت لدى الشيخ سلطان القاسمي وأعطينا أعطاها منحة، بس منحة قليلة، هذه تحتاج إلى استراتيجية عمل، وليس هكذا منها مبلغ معين، لا، رؤية جديدة، زلزال يقع في عقول الناس، في ذهنيات الناس، في سلوك المسؤولين. على كل حال إذا كان في سؤال أنا مستعد أرد، وإحنا معناها نشرنا بحوث، وهذه البحوث قراءها غير عرب، العرب لا يقرؤون والباحثون لا يقرؤون من سوء الحظ. هناك من يقرأ قليل. نعم قليل يا مدى، وهذا لا يكفي أمام الجهد الذي قمنا به والأتعاب التي قمنا بها. لما أقول لك عندي 33 كتاب و750 دراسة أكاديمية باللغة، أنا أخجل لما أقول نشرت باللغة الإسبانية، يعني ما عنديش حل. هذو ناس باحثين علماء على مستوى دولي يقدم لك بحثه ونقول له لا بحث بالعربية، هاتها انشرها تسجل. والآن هذه الدراسات أصبحت تزعج الإسبان، لأننا أثبتنا أننا أهل للثقة العلمية، وأن الإسبان ليس وحدهم المتخصصون في هذه الدراسات. لوث بارول هذه السيدة الفاضلة كتبت مقال وموجود في هذا الكتاب تراجيديا طرد المورسكيين، تقول أنه ما نشره الدكتور التميمي في تونس يعتبر أول مرجع على المستوى الدولي، وهذا أزعج الإسبان، لأننا نتكلم عن المورسكيين كأننا نتكلم عن نثير الضمير الإسباني الذي، وأنا ألوم الباحثين الإسبان الذين لم يتكاتفوا معنا في إخراج هذا الصمت الغير الذكي من الصورة الإسبانية ومن موراتينوس والملك خوان كارلوس وكل المسؤولين. وبهذا يجب عمل جماعي وتحسيس جماعي، وإن شاء الله معناها عن طريق هذه الندوة معناها تكونوا أنتم سفراء لهذه الأفكار، ورب يوفقنا في خدمة المورسكيين الأندلسيين. بالنسبة لنشر الكتب، نعم يعني أنا أعتبر نفسي، لكن في جيل جديد إسباني وغير معروف عندنا من سوء الحظ، وكتاباته باللغة الإسبانية فقط، هذا فعلا يسعى إلى أن يكون موضوعيا في كتاباته. القديم الثمانية يا دكتور، القديم الثمانية من سان برنار رودريغوز، لا 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 في مئات، أنا قلت في 200 باحث. نعم بس أقصد يعني حدد هذا الجيل الأول اللي توفي سنة كام، أو اللي كان نشط سنة كام؟ كان جالمس دوفوانتس توفي أخيرا، ميكال دي إيبات توفي أخيرا، لا في، لكن الجيل إحنا كان علينا لو في جامعة عربية واعية بهذه الأشياء تضع قائمة وتدعو هؤلاء الناس عندها وتكسبهم وتقول نحن ندعمكم في نشر أبحاثكم، لا نشر أبحاث ولا ترجمة ولا أي شيء، فإحنا نعيش في فراغ فكري معناها بائس، شو أقول لك معناها. وهذا يجب أنتم تسعون إلى توعية المسؤولين وتوعية الجيل الجديد.
أو الأخ من السبع منذ مدة. تفضل. سؤالين. السؤال الأول كلمة الموريسكيين كلمة عربية هي بالأصل يعني. شوف هذه أطلقها الإسبان على هؤلاء العرب المسلمين الذين أخفوا دينهم الإسلامي وتظاهروا بالتعميد، لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا مسيحيين ولكن وجدوا هذه التسمية وأصبحت تسمية عالمية. أنا أقول في كل كتاباتي نقول الموريسكيين الأندلسيين وبه كلمة الأندلسيين حتى أعطيهم، أما هم في الواقع هي كلمة إسبانية أطلقت في 1524. سؤال ثاني، قلتم أنكم عثرتم على رسالة من مسلمي غرناطة. أي نعم. إلى الدولة العثمانية. نعم. حسنا، هل كان هناك رد فعل عسكري من الدولة العثمانية؟ أي أقرأ كتبي تتلقاها يا سيدي. ما فيش شك. لا أنا سألتك. خير الدين بربروس. لا حسنا، كان هناك حملة عسكرية. نعم. فضل. كان هناك حملة عسكرية على إسبانيا يعني كحرب. مش كحرب. أم كان إنقاذ؟ شوف هذا الكلام وجداني. لا. كل الإخوان يقولوا لي أنا أين الحملات العثمانية؟ يا سيدي البحر الأبيض المتوسط مسيطر عليه قوتان بحريتان إسبانيا والدولة العثمانية، لا تستطيع الدولة العثمانية أن تجابه. نعم. إسبانيا معناها في فنيات وفي قوة، لكن العثمانيون وظفوا خبرة الموريسكيين في القيادات البحرية، وخير الدين وكليتش علي باشا. كليتش علي باشا هذا زعيم عظيم جدا، كان والي الجزائر، أنقذ عشرات الآلاف من الموريسكيين من الشواطئ الإسبانية. لكن أن الدولة العثمانية يقولك هو لم تبعث معناها حملة عسكرية، صعب جدا معناها أن تعمل، لكن سعت عن طريق هذه الحملات الرغفية أن تكسب الناس وكسبت الناس وأمدت الدعم لهؤلاء الموريسكيين في إسبانيا أيضا. فالرسالة التي وجهها الموريسكيون هي رسالة رائعة ونشرتها في أحد كتبي، معناها كانت الإسبان دهشوا لهذه الرسالة. تفضل. خلاص انتهيت. شكرا. ممكن مجرد ملاحظة. تفضلي. هي مداخلة عن يعني أعتبر نفسي من منزار أغلب ما سمعتك جيد والله. يعني أعتبر نفسي من منزار المكتبات الكبرى في الأردن بحثا عن مراجع عن الموريسكيين. نعم. في الحقيقة لم أجد حتى بعض مجلدات أبحاثكم، وجدتها على مواقعهم الإنترنت. عندما سألتهم عنها أخبروني أنه قد تم رفعه. شو معناها رفعه؟ أزيلت. قالوا في المخزن. فعندما اعترضت يعني قالوا ما بالك راجعي هذه الكتب. في الحقيقة لم أجد كتاب يعتمد على مراجع موثوقة. شكرا. وكان هذه من شكرا على هذا السؤال الوجيه، بارك الله فيك. شوف هذا الموضوع الإسلامي المسيحي حرج المجتمع زي الأردني والمجتمع السوري والمجتمع، يقول لك فك علينا يا أخي هذا سيثيرنا مشاكل في مجتمعنا، وبالتالي يقول لك هذا لما يقرأها الأردنيون المسيحيون سيشتعطون غضبا، لما يقرأها المسلمون سيتعنتون، فيقول لك أحسن حاجة نرفع هذه الكتب. وفعلا، لكن في شيء آخر ما أسميته أنا علم الحسد، لأنه يزعجهم أن مؤسسة في تونس تعمل هذا العمل الجبار وهم لم يقوموا بشيء. قل لك سيبنا يا أخي فك علينا المشاكل خليها في تونس هذا. ونذكر الدكتورة عاشور، هذه رضوى عاشور امرأة فاضلة، بعثت لي رسالة قالت لي أنا أتألم أني أجد كتبك في مدريد ولا أجدها في القاهرة. طيب، لكن لو كان فيه نوع من التواصل وفي نوع من حرص على المعلومات، أو السيدة بتقول لك أنا كتبة رفعت من الأردن أكثر من هذا، ولا جامعة في الأردن ولا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق ولا في الخليج، عندها كل منشوراتي. إسرائيل عندها كل منشوراتي عن طريق باريس. ألا يؤلم هذا؟
الا يجرحني انا ك. ولهذا لما خبرني اخ ايمن قلت له يا اخي خليني افكر لانه انا هذا الموضوع يجرحني جدا. ولكن لولا زوجة الدكتور ايمن هي التي اقنعتني بلغتها واسلوبها الوديع. قلت لها الله يبارك انا اجي لانه فعلا اصبحت اتالم عندما اتكلم هذا الموضوع لانه حياتي كلها تقريبا حول هذا الموضوع نصف قرن ونحن نعمل في هذا المجال واسمع الان ان كتبي رفعت من دي نكسة من سوء الحظ. مداخلة أخرى عن الكتب يعني هي من أكبر العوائق أمام من يريد قراءة تاريخ صحيح. فبإمكانك رفعها على الإنترنت وحتى القراءة أونلاين بمقابل. هناك والله قيل لذلك أنا عندي ابنتي مؤرخة وأستاذة في الجامعة وهي حتأخذ مسؤولية هذه المؤسسة في المستقبل. حنفكر في الموضوع لا شك في ذلك. هذه طريقة من الطرق للإبلاغ. تفضل. نقدر دوركم العظيم في العمل لهذه القضية. ولكن أود أن أسأل يعني بما تنصح غير المختصين من المثقفين في هذا الأمر؟ غير المختصين من المثقفين أن يطلعوا على كل شيء حتى في الأدب أو في الهندسة. هذا تراثنا جميعا أيها الناس. هذا أي شخص أي إنسان. هذه كينونيتك. أنا لما زرت إسبانيا بكيت الحضارة. ودعوت معناها رجال المال ورجال الأعمال أن يجمعوا شيء من المال ويقوموا بكل 6 أشهر بزيارة الشباب الجديد إلى الأندلس حتى يعرفوا تراثهم ويعرفوا ماذا خلف أجدادهم. ولم يسمعني أحد على الإطلاق. على الرغم من الأموال الطائلة من البترول مليارات تصب يوميا لكنهم لم يهتموا بذلك. لعل الأخ يقصد كتابا يعني يجمل القضية ويوجزها ويشملها. فهو بالمناسبة حتى للإعلان هنا دراسة في التاريخ الموريسكي الأندلسي هي مجموعة من الكتب للأستاذ عبد الجليل التميمي مداخل للدراسات وتواريخ والدولة العثمانية قضية يعني هناك مجموعة من الكتب هنا يمكن تداولها واقتناؤها وهذه البيبليوغرافيا العامة للدراسات الموريسكية الأندلسية. أنا حصرت 3700 مرجع كلها غير موجودة في العالم العربي. الإسبان يعملون يشتغلون الإسبان لكن يسول حد. نحن لا نشتغل لأن قلت يحاربون يا سيدي. معناها حتى الخليج بأمواله وبطاقاته لا يهتم بهذا الملف. وهذا نوع من التقصير أقولها بكل أمانة. واسمحني يا سي أيمن أقولها أنا قلتها في كل كتاباتي لأنه أنا في آخر حياتي ولا أكتب شيئا وأنا عرض علي وزارة الثقافة ورفضتها لأني أنا قلت لهم أنا أشتغل في هذه المؤسسة وأحب أواصل في هذه المؤسسة التي أصبحت الآن نبراس شمعة في العالم العربي. الأوروبيين والأمريكان ما يقول لك نحن لا نثق إلا في كتب الدكتور التميمي لكل ما يتعلق بالموسكيين والدولة العثمانية أيضا. الدولة العثمانية إحنا الشيء اللي عملناه على الدولة العثمانية لم يقم به أحد على الإطلاق. تفضلوا فيش سؤال آخر. طيب هو مش سؤال يا دكتور هو تعقيب على كلام حضرتك. جايز نقول أو ده إحساسي الشخصي يعني إن القضية في الفترة اللي فاتت فعلا طول السنين اللي فاتت ما كانش عليه تغطية. بس أنا كشخص غير أكاديمي مهتم بالشأن شايف إن في السنين اللي فاتت الموضوع ده بدأ يتغير شوية. مش عارف هل ده بسبب المحيطين بيا ولا دي حالة عامة. بس أكيد المعرفة بالقضية الأندلسية النهاردة غير السنة اللي فاتت غير السنة اللي قبلها. في صحوة موجودة شوية في الشباب محتاجين بس حد يحطنا على الطريق الصح علشان الصحوة دي ما تبقاش مجرد معرفية فقط. عايزين الموضوع يبقى ليه فايدة وقيمة. تمام. ده اللي احنا نطلبه من حضرتك ومن الجيل بتاع حضرتك. نعم. انه يبني جيل جديد يستكمل بقى الـ 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 القضية اللي حضرتك بدأتها يعني. وأتأكد سيد عادل دكتور أيمن أنا تأتيني عشرات الرسائل لشابات وشبان يتخصصون في هذا المجال. قبل كل شيء تعلموا اللغة الإسبانية
لأنه شيء لم أتحدث عنه. ملايين الوثائق موجودة الآن في سيمنكس وفي كل ولاية من ولايات معناها الإسبانية. سيدة سعودية بعثت لي رسالة قالت لي والله دكتور تميمي أنا أتمنى أنك تساعدني وتوجهني لدراسة الموسيقى الأندلسية. قلت لها هل أنت عندك استعداد أن تذهبي إلى إسبانيا وتتعلم اللغة الإسبانية؟ قالت نعم. قالت لي أعطيني رسالة. كتبت لها رسالة إلى رئيس الجامعة تبعها وقلت لا تطفئوا هذه الشمعات، امنحوها الفرصة. لكن لم تكاتبني من وقتها، ما أعرف هل أعطوها أم لا. أطفأوها نسوا الحظ، لأنه فعلا نحتاج إلى جهد. الوثائق الإسبانية أقول ملايين ملايين الوثائق، لحد الآن لا يوجد في العالم العربي مركز عن الموريسكيين غير مركزي. ليش؟ ما السبب يا رسول الله؟ جيبوا هذه الوثائق، كونوا ناس. سلطان القاسمي جمع، حاكم الشارقة جمع، لكن جمع الوثائق على الخليج، على الخليج ليس على الموريسكيين، وأنشأ مركز في إسبانيا ومنح إدارته لأحد الإسبان الذين أسلموا، ولكن شو نتيجته؟ ما 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 ما, ما أعرف النتيجة المباشرة لهذا العمل. تفضلي تفضلي مدام. كيف نعمل على إحياء التاريخ الأندلسي والدولة الأندلسية بين فئات المجتمع، يعني من الكبار والصغار وطلاب المدارس؟ اقنعوا وزراء الثقافة وزراء التربية في العالم العربي، قولوا لهم يا أخي غيروا مناهج التعليم عندكم، ادخلوا هذا الفيروس، هذه الجرثومة الأندلسية صح التعبير، حتى يعلموا تغيير المناهج، تغيير الكتب المدرسية، تخصيص، أنا أقول لك تخصيص حصة أسبوعية للأندلس. أنا ناديت يا سيدي، أنا ناديت لما زرت إسبانيا، ناديت يا عرب يا أغنياء العرب أنشئوا متحفا متنقلا حول مآسي الموريسكيين، متنقلا، فما دي تابلو، فما صور رائعة حول الموريسكيين في مدريد، لو يتم نقلها على ويقع توزيعها ويقع أيضا معناها نقلها في كل المدن العربية حتى نحسس أيضا التلفزيات العربية لا تهتم بهذا الموضوع. قلنا كان سيبنا هذا الماضي، سيبنا من احنا بدنا الحال الآن، احنا الحرب في سوريا والحرب في كذا والحرب في كذا والحرب في بوليساريو، مش جيبني أنت موضوع الموريسكيين. هذه الموضوع قصر النظر من سوء الحظ، قصر النظر. لكن لا أنكر أنه فيه شباب إسباني يعمل، ولكن غير معروف، غير معروف، وكتاباته غير معروفة هي باللغة الإسبانية. ونحاول قدر، أعطيكم مثال، هذه السيدة لوث بارالي أهدتني آخر كتاب لها 800 صفحة حول الأدب السري للموريسكيين الأندلسيين. يا سلام. حاولت والله حاولت أنني أطلب من بعض رجال الأعمال أن يترجموا، وبقت حوالي 5 سنوات تشتغل علي من عشرات المخطوطات الخميادية. إذا يلزمها فهم، يلزمها إحساس، ويلزمها سلوك وذهنية معينة، هذه الذهنية غير موجودة الآن في العالم العربي. لك سيبنا يا أخي، شو مترجم يا أخي؟ نحن مترجم حاليا الجيوسياسي الآن، الحرب السورية الإسرائيلية، شو جايب بهذا على الأندلس؟ هذا فئة معينة من الناس مهتمين به ويرفضون ذلك، يرفضون ذلك. تفضلي تفضلي تفضل. في جامعة دمشق بلغ نعم. عدد الأساتذة المختصون بالأدب الأندلسي في قسم اللغة العربية 8 نعم. أنا أذكر ولا شخص ولا أستاذ ذكر أدبهم، أدب الموريسكيين. مشكلة غير معروفة، لا لا لا، هذه مصيبة والله مصيبة. من أنا أقول أجرمنا نحن جميعا في حق هؤلاء الموريسكيين، لا تراثهم ولا كتاباتهم. أنا السيدة
لوث بارول طلبتني أني أعثر لها على مخطوطة هنا في إسطنبول. عثرت لها، كانت أسعد مخلوقة لما قلت لها عثرت على هذه المخطوطة الخميادية، وأنا متصور موجودة في مكتبة ميجان في أكسان بروفانس في باريس في لندن، وفي مجموعة من الناس الباحثين. نحن لا نهتم بتاريخنا، وبالتالي هذا هو الفراغ، هذا الصمت الرهيب الذي لا يمكن أن يقبل الآن. وحتى الصحافة، الصحافة بعض الأحيان الصحافة في تونس تشتغل تكتب، أنا غذيها ببعض الأشياء تكتب، لكن في الشرق الأوسط أو الحياة لا يكتبون، لا يكتبون.